بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يره أحد. يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذين النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة.